على زيارة السيد عايد للجنة الصلح الجزائري. على كل قلنا في 16 شهور الأولى كانت النتيجة صفر، الآن ثم أمل. حاسم محكى أحد أعضاء اللجنة قال ثم 5 مليارات الآن مصبوبين في الخزينة، ثم أمل. واستنوا اللجان ولا سمى فيهم هذوما الشركات الأهلية، ما زال الخير، انتظروا توجيه الخير بإذن الله. دكتور القديدي، قبل ذلك خلينا نذكر أنه على هامش انعقاد الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة في جنيف، نظمت جمعية ضحايا التعذيب في تونس ABTT في جنيف في مقرها خيمة حقوقية إعلامية، خيمة تحسيسية حول وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتضامن مع المعتقلين السياسيين في تونس. مسيء جدا فعلا، بقدر ما أنه هذه الجمعية تجتهد فعلا في التعريف بمظالم السجناء السياسيين، مسيء جدا لتونس أن تظل تصبح صورة تونس، منارة الربيع العربي، شرارة الربيع العربي، تصبح هذه صورتها للأسف الشديد في الأمم المتحدة وفي جنيف. شوفوا قائمة السجناء والمعتقلين، يعني تعد تغلط للأسف الشديد. دكتور القديدي حتى نختم إن شاء الله. نعم، هذا ما تو مش دخلنا في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وأضيف لها من عرفش أنت ذكرت ولا مش تذكر الـ21 كونغرسمان أمريكي لمرسمين للإدارة الأمريكية باش يقولوا لها يلزم، وقالوا لها يلزم فرض عقوبات على من عطل الديمقراطية في تونس والتحفيز من كل إعانة تمشي لتونس، ووضع العودة للمسار الديمقراطي كشرط أساسي للتعاون بين الولايات المتحدة وتونس. وهذا توا حطنا في كما قلت قيس سعيد، حطنا في القائمة الاستنوار، هذه القائمة السوداء تاع بعض البلدان لا تتجاوز 7-8 في العالم التي ليس فيها لا حقوق لا للبشر ولا للسياسيين ولا للإعلاميين. كل من يتنفس يشم ريحة أما المرنادية أو سجن منوبة. أنت تحكي دكتور قديد على قانون حماية الديمقراطية في تونس التونسية، التشريع اللي قدمته قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ويهدف بين ظفرين تعزيز المؤسسة الديمقراطية في تونس والحد من تقديم المساعدات المالية حتى تستعيد تونس مسارها السياسي. هو اليوم الأصل فيه، اسمح لي، هو الأصل فيه اليوم توقع التصويت عليه، لكن جاءنا الخبر اليقين من صديقنا منجي الذوادي إن شاء الله يكون حاضر معنا ضيفا غدا في حصاد 24، وقع تأجيل النظر في حزمة من القوانين بما فيها قانون، مش كالقانون هذا، ثم حزمة قوانين تم تأجيلها إلى الشهر المقبل لأسباب هي مسائل إجرائية ما عندها حتى علاقة بتونس. مشروع القانون يخص تونس وقوانين أخرى تم تأجيلها للشهر المقبل، على قد باش نعطي المعلومة الدقيقة للسادة المشاهدين.